طبعا الملتقيات هذه احنا تعتبر مهمه جدا لنا احنا كاخصائيين نفسيين في هذا المجال واطباء، لان يصير فيها تبادل خبرات، يصير فيها وضع توصيات لتطوير وتقدم بمجال الخدمه النفسيه في بلادنا، لان احنا المجال هذا بالذات محتاجين نظرا للظروف اللي احنا تمر بها بلادنا، فمهمه جدا. احنا نسعى دائما لهذه الملتقيات، هذا مش اول ملتقى، ان شاء الله حيكون الثاني والثالث، نبغى نخدم بلادنا بها، لان احنا محتاجين صغارنا ومحتاجين شبابنا وكل الفئات العمريه. سمعنا مركز طرابلس، طبعا مركز طرابلس لذوي الإعاقة من المراكز المرخص لها تبع وزارة التعليم الليبية، يشتغل من 2004، يشتغل نظام المراحل، طبعا هو 3 مدارس، كل مدرسة متخصصة بفئة، المدرسة متخصصة بفئة تنمية الاضطرابات النمائية، مدرسة خاصة بفئة القصور الذهني، المدرسة الثالثة اللي يطلع من المدرستين هذه ينتقل للمرحلة التعليمية للثالثة إعدادي. السنة هذه إن شاء الله سيتم افتتاح معهد متوسط لاستقطاب هذه الأطفال اللي يتخرجوا، احنا ما نقولش من ما فيش الاهتمام أو الناس المتخصصة تفتح معاهد زي هذه تستقطب هذه الأطفال. أكيد دعم لهم، هم أحيانا يتخرجوا منك وبعدين يقول لكم وين بنمشوا، فنكملوا لنا هم مفروض يمشوا فيه يعني هو مستعد، أنت أهلته، ولكن اللي بيتلقاه يقدر يأهله، يقدر يكمل مع المشوار. بالإضافة المراكز اللي فتحت بدون مراكز بدون تخصص، ما نعرفش أن هذه حكاية، حتى هي كثرة هلبة عندنا في ليبيا، أي حد فتح ناس غير مؤهلة، فهذه بالتأكيد بدل ما تقدم الطفل هي توخر، تخش في عملية إحباط، عملية أمور هلبة، يعني كبت، عملية يعني يرجع خوف، هروب أحيانا، حتى من المدرسة ما يكملش، أحيانا تصير حتى النكسة يرجع بدل ما تتقدم بحالة أني سلمته له يرجع تاني، وهذا اللي صاير، أحيانا يتخرج منك يرجع لك، نظني هو ما لقاش ما بعد أنت اللي قدمته، شنو هو ما لقاش، فمشكلة. فالولي الأمر يجيك يقول لك أرحم لي، يقعد بيناتكم محمي، ولا نطلع البيئة هذه اللي شائكة، طبعا التنمر هذه مشكلة كبيرة يعني.